بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم عنوان ردود وتعليقات على استفسارات مربيين الأرانب. أول سؤال بيقول: معلش أرجو الإفادة للضرورة، الأرانب عندي عمر شهر ونص، جايبين مية من بقهم ومناخرهم وفي مية على رجليهم. للعلم أنا بربي في بطاريات مش أرضي، وظنيت إن المية جاية من النبل بتاع الشرب، وقطعت عنهم المية من الليل للصبح عشان أتأكد إذا كانت المية اللي على وشهم دي من النبل ولا لأ. لقيت برضو الوضع زي ما باين في الصورة كده اللي انت شرحته. ده مش موضوع النبل. النبل لو بينقط هينقط على ظهر الارنب او راسه، لكن مش بقه وبقية الجسم وتحت الفك والكلام ده. وانا منزل حلقة فيديو عن الموضوع ده بعنوان اسباب البلل، الحلقة دي رقم 147، ياريت ترجع لها. سؤال تاني بيقول: ايه سلالات عالية الانتاج اللي ممكن اشتغل بيها؟ وكاتب جنبه انه مبتدئ. انا هرد عليك انواع السلالات، لكن المفروض ان قبل ده كله تحصل على المعرفة عن تربية الارانب. فالسلالات عندك النيوزيلندي، كاليفورنيا، والبابيون، والجوينت فلاندر، والشنشلة، والريكس، والبولندي أو البلجيكي. سؤال تاني بيقول: السلام عليكم، عندي مشكلة أرانبي بتاكل الجردل البلاستيك عاملاه شرابة. هي مش مشكلة يعني الدرجة دي، بس أنت لو عندك خلفية عن موضوع الأرانب أنه يعتبر من نوعية القوارض، والقوارض دي يعني عايزة حاجة تقرض فيها، وإلا سنانها هتطول زيادة عن الحد ومش هتعرف تاكل ولا تشرب. ففي الحالة دي انت اذا ملاحظت حاجة زي كده بتحط لهم حتة خشب، قطعة خشب يقردوا فيها. سؤال تاني بيقول: السلام عليكم، عندي مشكلة في تاكل الجرنب. بيقول: يا جماعة بركو ارنب والدة، لكن قافل الحفر ومنازلة الصوف، واروني السبب ما شاء الله تبارك الله. واضح من السؤال او الكلام انه بيربي ارضي، وادام ارضي ووصل ان الارنب يفحر ويقفل الفحرة، يعني معناها فحر وجهز بيت الولدة في باطن الارض، وبعد ما جهزه ونفض الفرو جوه مش بره، ولدت وقفلت عليهم عشان ما فيش اي دخيل يدخل يعتدي عليهم. فانت ما تقلقهاش، سيبها هي في معاد الرضاعة، هتفتح الحفرة وهتدخل ترضعهم وتطلع تقفل تاني لغاية ما يكبروا ان شاء الله، تفتح لهم بقى يطلعوا مرة يعيشوا معاك. سؤال بيقول: محتاج فني خبرة لا تقل عن 5 سنوات، او عامل خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مزارع الارانب، للإقامة بمزرعة بعرب العراق بأليوب. طبعا هتلاقي ناس كتير هتتقدم لك وكده، بس كنصيحة يعني عن واحد لمؤاخذة مرمط في المجال ده، نصيحتي دايما لأي مربي حتى لو بيربي في البيت انه ما اولا لابد من الحصول على المعرفة. ده مش كده وبس، لابد ان اللي يحصل عليه من المعرفة دي ينقلها ويعلمها للعامل اللي هشتغل معاه. ما يقولش ان ده سر مهنة والكلام ده. ده مش كده وبس، ده لازم احتياطيا انه يعلمها الاقرب الاقربين، ابنه، اخوه، اخته، لازم اي حد قريب. ليه؟ نفترض ان جالك عامل خبر واتفق معاك على مبلغ، وجاء بعد فترة بسيطة وطلب منك زيادة المبلغ، زودته، بعد فترة طلب زيادة، رفضت،
سابك ومشي، هتعمل ايه؟ والحاجات دي حصلت معايا، يعني مش انا بقولها بخترعها، حصلت معايا، بس انا عارف، عندي الخلفية دي، عارف وتحملت نتيجة ان العامل مثلا سابني في وقت معين. يعني دي قصة هبقى انزل عنها فيديو مخصوص يعني. فدي نصيحتي، انك ما تعتمدش على عامل بس. افرض ان العامل ده اذا كان المربي ما عندوش خلفية وخبرة بالمعرفة العلمية المبسطة، العامل هيجيب الحاجة دي منين؟ ولو جابها مش هيقبل على نفسه انه يشتغل عامل عند حد، هيطلع يعمل مشروع بنفسه. فأنا يعني مجرد بلفت نظر، وطبعا القرار بتاع السائل هو اللي يبت فيه. سؤال تاني بيقول لأهل الخبرة، لو طهرت قبل التلقيح العضو الذكري للذكر ورحم الأرنبة، هل يؤثر على التخصيب؟ يعني هو السؤال لا مؤاخذة، يعني الأرنب ده أرنب بري، مين بيطهر له أعضاءه التناسلية في الجحر بتاعه؟ يعني أنا مش هقدر أقول أكتر من كده. السؤال تاني بيقول، يا جماعة الخير، أرجوكم شوفوا حل. الأرنبة الأم كل ما تولد أبنائها يموتوا بعد شهر وبطنهم تنتفخ وألاقيهم ميتين، عايزة أعرف السبب ليهم 3 شهور على هذا الحال، أعمل إيه؟ قولولي أنقذ الولدة الجاية إزاي؟ وشكرا مقدما. ما هو لا مؤاخذة، الأرانب دي في حياتها البرية بتجهز نفسها للولادة، ولما بتولد بترعى عيالها بمعرفتها، لكن لما المربي بياخدها يحبسها في قفص أو يحبسها في شقة على بلاط ولا كلام من ده، إذا أنت محدد لها مكان إقامتها. مكان إقامتها ده بيتعرض لحاجات كتيرة، لبرد والحر والبول موجود في الأرض فيزود الأمونيا فتعمل أمراض، بيعرضها لمهاجمة من المفترسات زي مثلا فئران وما شابه، أو حاجات مقلقة زي القطط والكلاب. فأنت هنا الراعي لها، أنت اللي بترعاها، فلابد إنك تهيئ لها المكان والظروف. فلو أنت عندك خلفية علمية من المعرفة، هتعرف إن من ضمن الأمراض اللي بتيجي للأرانب مرض التهاب الضرع. التهاب الضرع ده لو قريت عنه هتلاقيه إنه مرض معدي. طب أنت عارف إنه مرض، أنت يعني ده مرض معدي وسيادتك ما أنتش عارف فسايبه زي ما هو. طب ما هو معدي لمين؟ يعني المرض ده معدي لمين؟ عايش مع مين؟ الأم عايشة بالمرض ده مع مين؟ مع خلفتها، فهتضر الخلفة نفسها. دي ناحية. الناحية التانية إن ممكن الفرشة نفسها بتبقى ملوثة، ومع رضاعة الخلفة تجرح الحلمة بتاعت الأم، والحلمة طالما اتجرحت وتلوثت فهنا هتيجي ترد، هترد على باب مسمى فينتج عنه اللي سيادتك بتشتكي منه. عموما ارجع للفيديو، حلقة رقم 110. سؤال بيقول، السلام عليكم، هل تربية الأرانب ناجح في حظيرة السقف زنقه وتربيتهم على التربة أو أقفاص التربية أفضل؟ طبعا التربية في أقفاص طبعا دي التربية الحديثة، وهي دي الأفضل لأنها هتقلل من مشاكل الأرانب اللي بتواجهها. يعني هي مش هتمنع منع نهائي، لأن أي خطأ هي مش هي اللي هتتحمله، ده هيبقى متسبب فيه المربي نفسه، لكن كل ما هيئ لها الظروف، لأن هو اللي حبس، كل ما هيئ لها الظروف في القفص إن شاء الله هتبقى كويسة وتنتج له كويس. فحكاية إن السقف زنكو، طبعا سقف زنكو ده هينقل لها ينقل البرودة داخل المكان، وفي الحر هينقل الحرارة داخل المكان هيزودها زيادة. فيفضل بلاش السقف الزنكو ده، ويفضل استبداله مثلا بسقف خشب مثلا أو حاجة زي كده،
وله طريقة بقى عشان يقلل من الحرارة والكلام ده، لأن هيحطه في إيه مثلا قش، طبقة قش أو حاجة زي كده، أو يدهنه أبيض إذا كان مثلا سبيستوس أو بلاستيك أو حاجة زي كده، يدهنه أبيض فيقوم يعكس ضوء الشمس والحرارة. سؤال بيقول: السلام عليكم خوتي، حاب نبدأ مشروع تربية الأرانب، قولولي إذا نقدر نديرهم في سطح، وكيفاش نبني لهم مكانهم مربي، جزيكم خير. اللي سيادتك بتقوله ده ممكن، بس بعد حصولك على المعرفة العلمية المبسطة عن تربية الأرانب، لأن الموضوع ما بيقتصرش على وجود مكان وبس، لا، ده له اشتراطات ومواصفات وحاجات زي كده لابد انك تطلع عليها. لكن هو كان مكان ممكن تهيئه لانه تربي فيه. سؤال بيقول: سلام خوتي، حاب نبدأ مشروع تربية الأرانب، بواش تنصحوني واللي عنده خبرة من قبل؟ مع العلم ما عندي حتى خبرة عليهم، وشكرا. الخبرة في نظري بتأتي بالمعرفة العلمية المبسطة المسبقة، وبعد كده بعد ما حصلت على المعرفة دي تبدأ تستغلها في تطبيق شغلك. وانت بتراعي شغلك بتبقى تستفيد من اللي انت قريته طبعا من البداية، مش بعد ظهور مشاكل او حاجة زي كده يعني. سؤال بيقول: الذكر ممكن يلقح كام نتاية؟ والفترات اللي بين اللقاح والآخر كام؟ الذكر ممكن يشغل لك من 5 لـ10 نتايات، لكن مش في وقت واحد ولا يوميا. عاوز تشتغل يعني تحدد شوية من مصاريفه، عاوز تشتغل بذكر بيلقح من 5 لـ10 بس، لقح أم يريح يومين مش أقل من يومين، ده اللي بقى. ولكن اللي عاوز يربي بقى وينتج وكلام كده، حتى لو قلنا ان الذكر بيلقح لغاية 10، لكن لازم يجيب ذكر تاني كبديل لأي ظرف. افرض ان الذكر الأولاني ده عي يعني هتقل كفاءته، يعني انت هتتعطل والأرانب هتتعطل. فدايما المربي وهو بيشتغل ياخد في الحسبان مش المعدل اللي قلنا عليه بس، لا، لازم يزود ذكر. يعني انا في المزرعه مثلا، ما بتبقى مزرعه كبيره، مش بزود ذكر واحد، بزود 3 4 ذكورة احتياطي، العي اللي مات اللي مش عارف ايه، حاجات زي كده. سؤال بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استفسار بسيط، العلف له علاقة بالجرب؟ إن الأرانب بيجيب لهم جرب ولا لأ؟ بيجيب لهم جرب ولا لأ؟ العلف ملوش علاقة بالجرب. ليه؟ لأن الجرب ده طفيل لا يرى بالعين المجردة، ما يتشافش غير بالميكروسكوب. إذا جه الأرنب والمربي ما هوش عارف يشخصه ولا يعالجه ولا يطهر مكانه، بينتشر وهو لا يرى بالعين المجردة، منتشر يمين وشمال، فيعدي يدور على العائل له من أرانب تانية، فبيعدي. ده مش كده وبس، ده ممكن يعدي المربي نفسه، ما هو مش متشاف، والمربي ما عندوش خلفية، فما بيعالجش، فما بيقطعش الانتشار بتاعه. فده بالنسبة للجرب. أما إنه علاقته بالعلف، العلف ملوش دخل في مرض الجرب. ممكن حضرتك ترجع لفيديوهات أنا منزلها، الحلقة رقم 57 ورقم 7، ده بالنسبة للردود. وأخيرا إذا أعجبك الفيديو اعمل اشتراك ليصلك كل جديد، وتقبله سلامي وتحياتي.